البداية بنرحب بحضراتكم في النادي الأهلي وبنشكركم على تلبية الدعوة والمشاركة في ترتيب فعاليات هذا المؤتمر الصحفي اللي بنعقد النهاردة إن شاء الله للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بتولي الكابتن وائل جمعة صقر الدفاع مصر مهام مدير الكرة في المنصب الجديد وكل التفاصيل المتعلقة بتجديد عقود نجوم الأهلي الموجودين في الفريق حاليا وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع مجموعة اللاعبين الجدد اللي إن شاء الله هيكونوا دعامة حقيقية لفريق النادي الأهلي للحفاظ على مسيرة البطولات والانتصارات. كل الشكر والتقدير للاعبين اللي ما سمحتش الظروف باستمرارهم مع الفريق في الموسم القادم وإن شاء الله مستمرين في رحلة العطاء والانتصارات للنادي الأهلي. هنروح مع حضراتكم في البداية للكابتن علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة والمسؤول الأول عن قطاع كرة القدم في النادي الأهلي علشان يعلم كل هذه التفاصيل فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة طيبين بقى بمناسبة الأهلي ويمكن آخر لقاء ممكن نتقابل فيه قبل العيد فكل سنة طيبين مقدم إن شاء الله. مبدئيا كده أنا عايز أقدم الكابتن وائل جمعة. تم الاختيار لوائل جمعة على أساس إن راجل من الناس اللي طول عمرها ملتزمة جدا في الملعب. راجل في أدائه جوه الملعب وخارج الملعب. راجل ما عملش أي مشكلة في النادي خالص. الناس كانت بتقول له جدد اقعد. فترة من الفترات كان يمكن كان قاعد احتياطي والنادي قال له ممكن تروح قطر راح قطر ولعب ورجع تاني النادي وبقى في المنتخب. فيعني نموذج للعيب اللي هو بيكافح من أول يوم لغاية لما بطل السنة دي. فأنا شايف إن وائل ده إضافة للفريق وإضافة للنادي كبير إن شاء الله. بتمنى له التوفيق وبتمنى إن اللعيبة تقعد معاه الجيل بتاعه بالذات يعني وتساعده إن شاء الله الفترة الجاية. هيبقى في من اللعيبة اللي موجودة دي قيادات تقدر تسمح تاني وموسع القاعدة ويبقى عندنا أكتر من واحد يقدر يشغل منصب إداري منصب فني إن شاء الله. ده بالنسبة للكابتن وائل جمعة. بالنسبة للعيبة مبدئيا برحب بعودة كابتن حسام غالي وحسام طبعا غني عن التعريف ويمكن الإضافة العجبانية قوي اللي احنا رجعنا كابتن الفرقة لأن حسام كابتن باحترامه في وسط اللعيبة بصرف النظر عن أدائه. طبعا انتوا كلنا مقيمين أدائه وعارفين مين هو حسام غالي. بشكره لعودته وبشكره انه ضحى بحاجات كتير قوي بحيث لما حس ان النادي محتاجه تخلى عن كل الكلام ده ورجع تاني النادي. فعايز ابدا كلامي بس بشكر المجموعه شكر خاص للمجموعه اللي ملهاش حظ انها تكمل معانا واذكرها بالاسم سيد معوض احمد شكري مانجا شهاب احمد خيط احمد رؤوف سيد حمدي احمد شديد. اللعيبه دي قادت السنه دي ويمكن كان عامل كبير قوي لمكسبنا في بطوله الدوري بس هي دي سنه الحياه وهي دي الكوره. النهارده انا موجود هنا بكره مش موجود هنا هو ده الاحتراف اللي احنا بنتكلم عليه. فانا بشكرهم طبعا على المده اللي قضوها معانا وكلهم سواء من اللي كانوا ولاد النادي او الناس اللي دخلت علينا زي سيد او احمد رؤوف. احنا اعتبرناهم ولاد النادي لانهم فعلا قدوا مرحله كويسه معانا وكان في نجاحات بالنسبه للمجموعه اللي فاتت دي سواء في بطوله افريقيا السابقه اللي ربنا كرمنا بيها او بطوله الانديه واخيرا بطوله الدوري. وبرحب بال مش عايز اقول اللعيبه الجديده اللعيبه المنضمه لينا لعيبه النادي الاهلي لعيبه ولاد النادي الاهلي اللي هو لما اتكلمنا معاهم في تجديد ما حدش يعني اتكلم في حاجه خالص. يمكن انا اول ما مسكت كان عندي اول ملف والناس كلها كانت بتسالني عليه تجديد اللعيبه تجديد اللعيبه. احنا قدرنا ان احنا نجدد لمعظم اللعيبه اللي موجودين باستثناء بس يمكن كان احمد فتحي لان كان في دماغه ان هو عنده عرض عايز يلعب بره فادينا له الفرصه. وفي النهايه انا متاكد ان احمد فتحي لو ما وفقش بره هيبقى مكانه هو النادي الاهلي تاني ان شاء الله. وبرحب باللعيبه اللي وقفت جدعانه معانا زي اسلام بوشدي وزي محمد فاروق وباسم ومحمد رزق. وبرحب برضه بعوده حسين السيد ولاين ان انا بعتبرهم دول
من اللعيبه اللي قدام بتوعنا، ما بعتبرهمش لعيبه بتات خالص، لان دول ولاد النادي متربين في النادي. فكان كل هدفي ان الناس اللي اتربت في النادي ترجع تاني، طالما قادر يأدي، طالما قادر عنده طاقه انه يقدر يأدي النادي. فاقول لك ان هدفي الفتره اللي فاتت في بدايه كلامي قلت النادي الاهلي عشان يرجع تاني مش هيرجع الا من خلال ولاده اللي اتربوا جوه النادي. وفعلا احنا لما الفتره اللي فاتت لما بدانا نطلع مجموعه من الناشئين شفت الاداء بقى عامل ازاي وشفت النتائج بقت عامله ازاي. فبرحب بكل اللعيبه وبقول يا رب كده يبقى موسم ان شاء الله كده كالعاده، يعني عاده النادي الاهلي مليء بالبطولات باذن الله. وكلمه بقى للكابتن وائل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر الكابتن علاء على الكلام اللي قاله عليا في الاول. بشكر مجلس الاداره واختياره وثقته فيا ومساعدة الكابتن علاء. انا مش غريب على النادي ومش غريب على 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 اجواء النادي. انا سعيد جدا ان انا اكمل مشواري في داخل النادي في مكان تاني. سعادتي اكتر ان انا هخدم المكان اللي انا بحبه والمكان اللي انا عشت فيه احسن سنين عمري. اتمنى ان انا اكون اضافه ان شاء الله وانقل الصوره الحمد لله الطيبه اللي انا عشت فيها في النادي من التزام وانضباط جوه الملعب وخارج الملعب. الحمد لله عمري ما عملت مشكله في النادي. اتمنى ان اكون ان شاء الله قدوه للناس اللي هتبقى معايا باذن الله في الملعب. الناس كلها اللي جت، اللعيبه اللي جت واللعيبه اللي مشيت، كلها كان فيها هدف واحد في دماغها ان هي تخدم النادي وبتساعد على رفع اسم النادي الاهلي. فانا مره ثانيه سعيد جدا ان انا موجود واكمل مسيرتي في النادي الاهلي. كلام بقى. السلام عليكم. ايه؟ افندي يا راجل؟ مع مين؟ كده كويس اتكلم من المايك ولا من المايك دي؟ طيب. السلام عليكم. اول حاجه ببارك لكابتن وائل جمعه على توليه منصب مدير الكوره، واتمنى له التوفيق ان شاء الله. هو ان شاء الله قد المسؤوليه ويقدر يضيف في المكان ده. ثاني حاجه مبسوط ان انا وصلتكم دلوقتي ومبسوط ان انا رجعت النادي الاهلي. بيتي دايما ببقى فرحان ان انا بخدمه. عارف ان المسؤوليه صعبه علينا كلنا ان شاء الله، بس احنا قدها قدها باللعيبه اللي قدام واللعيبه اللي جات النادي الجديده. طبعا تجديد عبد الله وعماد وشريف وعاشور واحمد عادل اضافه كويسه للنادي، مبسوط ان هم جددوا. واللعيبه الجديده طبعا هي اضافه كويسه للنادي، ان شاء الله مع بعض نقدر نتحمل المسؤوليه دي ونحافظ على صدارة النادي الاهلي وبقائه في المقدمه دايما ان شاء الله في السنين الجايه. بس ثاني حاجه اخر حاجه انا مبسوط جدا ان انا وصلت دلوقتي، واتمنى الفرقه التوفيق واتمنى اللواء التوفيق في مشواره. وربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله بدايه من الكونفدراليه نقدر نحقق بطوله غير على النادي ما خدناش تقريبا او ما فيش نادي في مصر خدها قبل كده. اتمنى التوفيق للنادي فيها. شكرا لكابتن حسام غالي نجم الكبير وكابتن النادي الاهلي، وبالتوفيق لكابتن وائل جمعه. كابتن حسام هيتفضل حضرتك التيشيرت بتاعك للاعلام. كابتن حسام غالي النجم الكبير وكابتن النادي الاهلي واحمد عطار. عايز اتكلم بس على عماد متعب قبل ما يقدمه استاذ جمال. عماد يمكن كان حصل كلام كتير وهو هو خارج البلد، يعني كان بره بيتعالج. انما انا حبيت اقول الكلام ده لما عماد مضى وبقى موجود معانا، ان عماد ده انا بعتبره اضافه لاي فريق. وعماد متعب ده من الناس اللي شالت النادي الاهلي في اصعب الظروف. عماد متعب انا من وجهه نظري الشخصيه
كل الشكر. كابتن عماد متعب يتفضل على المنصة والتيشيرت الخاص بيه وألف مبروك. عشان عبد الله مش هيقدر يصوره. كابتن عماد متعب غير الرقم أصبح رقم 10 بدل رقم 9. ألف مبروك وبالتوفيق إن شاء الله. وحش افريقيا الكابتن شريف اكرامي اتفضل على المنصه. دايما الكابتن شريف اكرامي رقم واحد في حراس المرمى في مصر وفي افريقيا ان شاء الله. الجندي المجهول الكابتن حسام عاشور. حسام عاشور رقم 25 بالتوفيق ان شاء الله. ابن النادي الاهلي الحارس الامين الكابتن احمد عادل عبد المنعم اتفضل. رقم 13 كابتن احمد عادل. تجريب خاص للكابتن عبد الله السعيد تقديرا للظروف ان شاء الله ربنا يعفو عنه ويبقى تمام ويرجع سليم. اتفضل يقدم التيشيرت لوسائل الاعلام. والان جاء الدور على اللاعبين الجدد اللي ان شاء الله باذن الله هيكونوا دعامه حقيقيه لفريق النادي الاهلي للحفاظ على مسيره الانتصارات والبطولات سواء على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الافريقي. يتفضل الكابتن حسين السيد. رقم 7 الكابتن حسين السيد مارسيلو. كابتن لؤي وائل ابن النادي الاهلي يتفضل. كابتن لؤي رقم 12. يتفضل الكابتن باسم علي. كابتن باسم علي الظهير الايمن الجديد للنادي الاهلي رقم 2 بالتوفيق ان شاء الله. كابتن محمد فاروق وامال كبيره معقوده عليه في المرحله اللي جايه مع زمايله ان شاء الله يتفضل. كابتن فاروق رقم 22 محمد ابو تريكه تاريخ كبير في النادي الاهلي. كابتن محمد رزق فليتفضل. كابتن محمد رزق رقم 18. عاشق الاهلي واللي كان ليه موقف مش ممكن يتنسي كابتن اسلام رشدي المنتقل من نادي المنيا لنادي الاهلي. كل التقدير والتحيه لكابتن اسلام رشدي تمسك بالاهلي فالاهلي تمسك بيه بالتوفيق ان شاء الله. كابتن اسلام رشدي رقم 8 كابتن محمد بركات يعني الخير بالخير يذكر. كان المفروض يبقى موجود معانا الكابتن صلاح الدين سعيد الاثيوبي المهاجم الجديد لكن نظرا لظروف سفره ووصوله القاهره متاخر ما تمكنش انه يكون موجود معانا هنا. فكلمه اخيره للكابتن علاء عبد الصادق وحبي عقبه. هو صلاح الدين بس عشان ما يحصلش فيه لبس لان الفتره اللي فاتت الكلام كان كتير عليه. صلاح الدين واخد اجازه لانه خلص مع وادي دجله كان اخر ماتش اللي هو السيمي فاينال وادينا له اجازه اسبوع لان هو ما ينفعش يتقيد معانا افريقيا لان هو اللي مثل وادي دجله في نفس البطوله. فاحنا ادينا له اجازه اسبوع وهيبدا يتمرن معانا ان شاء الله بعد مباراه سيو سبورت باذن الله. فهو رقم كام يا سيد؟ طلع الرقم بتاعه. رقم 17 ان شاء الله. كابتن صلاح الدين سعيد رقم 17. احنا دلوقتي هتتفرق عليكم القايمه المحليه والقايمه الافريقيه برضه نفس الشيء. الأربعة اللي هم الإضافات اللي دخلت في القائمة الأفريقية هتبص عليها هو كابتن حسام غالي، باسم علي، محمد فاروق، رمضان صبحي. دول الأربعة اللي موجودين الأربع أماكن اللي كانت يعني مسموح لينا إن إحنا نكمل بيها القائمة إن شاء الله. والقائمة المحلية اتفرقت عليكم كلكم. كابتن حسام غالي رقم 17
تاني الاسماء الافريقيه الناس مش عايزه تفكر بس اربعه الافريقيه حسام غالي باسم علي محمد فاروق رمضان صبحي حسام غالي باسم علي محمد فاروق رمضان صبحي ان شاء الله كابتن عماد بيتر عمدة الهدفين هيقول كلمة لوسائل الإعلام والجمهور النادي الأهلي بهذه المناسبة في الفترة الأولى. ان شاء الله التوفيق للناس كلها، ما بحبش اتكلم كتير.
وبتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق النادي الاهلي الجديد كابتن حسام غالي، ان شاء الله بتمنى له التوفيق، بتمنى للناس كلها التوفيق ان شاء الله، الناس الجديده والناس القديمه، وان شاء الله نحقق بطولات غاليه النادي، واولها ان شاء الله الكونفدراليه باذن الله، الناس كلها مستعده، وان شاء الله البطوله دي ما جاتش خالص مصر ان شاء الله يبقى اول نادي، اول فرقه تاخدها ان شاء الله يبقى النادي الاهلي. شكرا. شكرا للكابتن حسام عاشور، الكلمه للكابتن احمد عادل عمير في الرياضه. طبعا احب ابارك لكابتن وائل جمعه على المنصب الجديد، والحمد لله انا سعيد ان انا موجود في وسط النادي الاهلي، جددت 3 سنين كمان، فانا مبسوط ان شاء الله اكون اضافه جديده للفريق واساعد بشكل كبير في تحقيق البطولات، وان شاء الله كده مزيد بطولات للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. اول حاجه بشكر الكابتن وائل المنصب الجديد، وان شاء الله كده الكابتن وائل يعني قدوه لينا كبيره، وان شاء الله بقى عند حسن ظن النادي الاهلي كده، وربنا يكرمنا في النادي الاهلي واعمل حاجه كويسه ان شاء الله في النادي الاهلي، ناخد بطولات زي ما النادي الاهلي متعود على البطولات، وان شاء الله كده اول بطوله انا النادي الاهلي ياخدها ان شاء الله الفتره الجايه كونفدراليه، اول بطوله في مصر ان شاء الله النادي الاهلي يدخلها مصر عشان متعود على البطولات الكبيره طبعا، وان شاء الله كده بتمنى التوفيق للفرقه كلها وابقى مع النجوم الكبار دول ان شاء الله. سلام طيبين. اولا احب ابارك لكابتن وائل على منصبه اللي هو مدير الكوره طبعا، يعني كابتن وائل مش محتاج حد يتكلم عليه، يعني نجوم الكبار في الكوره، والواحد كان ليه شرف ان هو يتعامل مع الكابتن هو في الملعب الحمد لله، والحمد لله الواحد مبسوط انه رجع للنادي 14 سنه في النادي هنا، فالواحد حاسس انه رجع بيته، وان شاء الله نعمل حاجه للنادي، وباذن الله اول كاس باذن الله الكونفدراليه الفريق كله مركز، وناويين نعمل حاجه ان شاء الله نفرح بيها النادي ومصر، ونكون اول فريق باذن الله نجيب البطوله دي يعني ان شاء الله. شكرا. كابتن محمد ابو دريك، كابتن محمد فاروق اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بحب ارحب بيكم واشكركم طبعا انتوا اللي اديتوا الدعوه، وببارك طبعا للكابتن وائل جمعه على المنصب الجديد وكل اضافه كويسه لينا، وبتمنى ان شاء الله باذن الله كل اضافه كويسه بالاضافه للناس الجديده كلها، ونقدر نحقق حاجه كويسه للنادي الاهلي، زي ما انتم عارفين النادي الاهلي مطالب دايما ان هو في البطوله في اي بطوله هو مشارك فيها، وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق البطولات النادي الاهلي المعروف عنها. شكرا. شكرا محمد فاروق. اشكر بس علي اتفضل. شكرا.
شكرا للكابتن محمد الكابتن الثاني للحكم.